زيادة منسب وعين وطول يوي جوره ومسرول وجبال فارس بلاده منهم معابيره وهو من طيوره أفجح قليل وكل خربن عفاده ونخيشت له ما تطير معثوره وانسان طارت وارتكت بشراده وضف المناسب بالطيار مخطوره يحب نيله في ليالي هداده يصرت في خد تطارد زهوره خرفيت ومبتر الوسم زاده مطغيه من دلول حيمر بكوره يشاف فيها الطير من وتفواده وتل سبوق وراح مخل شعوره ودكا بحرف قاضبات احداده وتعاشر له يوم شافن حضوره وجاهم مجي من رخ الله غلبهن كالغدير الطراده حاموا عليهن فزعت ما تعوره ربع اللي طار المصودع عفاده يعجبك واحدهم برمية حكوره وفيهم عن الدرب الرزيل ابتعاده خويهم دايم فراحا سروره وتمت بدتر الله على كل راده عداد مبين مع الصبح نوره سلامت الله مما يضر بأعضاء جسمه. زايد يعطي التعليمات للصقارين وتظهر أثار الحبارة واضحة في الرمال وبهدوء شديد تقترب السيارات من أماكن تجمعها ويختار قائد الرحلة ربوة عالية لمساعدة صقره في اكتشاف مخبئها. يهتز الصقر ثم ينطلق بعد مطاردة ناجحة فاز صقر زايد وبعد أن تذوق جزءا من لحم الحبارة مكافأة على جهده في المطاردة والقتال يجب إخفاء الصيد بعيدا عن عينيه حتى لا يشبع وفي رفق تام تحفر الرمال تحت جسم الطريدة
وبهدوء شديد تدفن في باطن الأرض.